مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موضوع اليوم. أعلنت وزارة السياحة المغربية أن التطور الملحوظ لمؤشرات القطاع السياحي سيجعل هذا العام 2023 عام القطيعة بالنسبة للقطاع. وأوضحت الوزارة أن عدد السياح الوافدين إلى المغرب شهد طفرة ملحوظة خلال بداية هذه السنة مع وصول 5.1 مليون سائح عندما تم ماي، وهو ما يتجاوز ب 20% عدد الوافدين سنة 2019 وهي السنة المرجعية للقياس. وشهدت العديد من الأسواق السياحية نموا من رقمين، خاصة السوق الإسبانية والبريطانية، وأيضا نموا بثلاثة أرقام في حالة السوق الإسرائيلية. للمزيد عن القطاع السياحي في المغرب ينضم إلينا من مراكش الأستاذ زبير بحوت، الخبير في اقتصاد السياحة. أستاذ زبير بحوت، أهلا بكم. إلى أي مدى يجسد هذا التقييم والقول بأنه العام 2023 هو عام للقطيعة مع فترة الانكماش في أداء القطاع السياحي في المغرب؟ فعلا هاد الأشهر اللي كنعيشو خصوصا شهر ماي شهد واحد القفزة كبيرة، 55% زيادة مقارنة مع 2019، رقم ممتاز جدا. لا ننسى أنه نتيجة أمرين أساسيين، أولا التراكم ديال الترويج اللي كان بداها المغرب بعد الخروج من أزمة كورونا تقريبا وإطلاق حملة المغرب أرض الأنوار في أبريل 22، واللي استمرت مجموعة تاع العمليات وزيارات المجموعة تاع الأسواق التقليدية والأسواق الجديدة للمغرب، وشاركة في المعارض إكسبو 2022، إكسبو 2020 ديال دبي، مشاركة أسود الأطلس والإشاعة اللي حقوا للمغرب، والبداية ديال تطبيق خارطة الطريق، لأن خارطة الطريق أحد الأمور الأساسية اللي جات بها وهو الرفع من حصة النقل الجوي المضاعفة ديالو للمغرب. ولهذا فتم فتح تقريبا 35 خط جديد، وهذا اللي أدى لتدفق كبير ديال السياح. لكن لابد أن أشير إلى أن هذا الرقم يجب أن نأخذه كذلك بنوع من النسبية، لأننا نقارن شهر ماي 2023 اللي هو شهر عادي، شهر يعني كتكون فيه السياحة عادية ماشي بحال غوشت ولا يوليوس اللي كتكون الديروة، مع شهر ماي 2019 اللي كانت شهر رمضان. شهر رمضان في 2019 كان بدأ من 6 ماي إلى 4 يوليو، وهو شهر معروف أنه كتكون فيه النشاط ضعيف جدا. فلهذا تطور كاين مهم، إلى قارنا مع 2022 اللي ما كانش فيه شهر رمضان زيادة 37%، ولكن ملي رجعنا ل 2019 أكيد أنه أعطانا رقم قوي. ولكن الرقم التراكمي كما تفضلتم من بداية السنة إلى نهاية ماي، الرقم التراكمي كيعطينا زيادة تاع 20% مقارنة مع 2019. بالفعل إلى استمرينا بهذا المنهج هذا غادي يكون سنة تاع الانطلاقة الحقيقية للقطاع السياحي، لأنه تم وضع الميزانية الكافية للطيران. طيب، اللي هي المدخل الأساسي للترويج للسياحة. طيب، والتنمية ديالها. أستاذ زبير بحوت، حينما نتأمل في معطيات هذه السنة لحد الآن، هل نمو الوافدين ونمو الإيرادات يسيران بالتوازي، أم أن لربما هذه السياحة التي تصلنا هي أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية من حيث العائدات فيما يتصل بالعملة الصعبة؟ فيما يخص العملة الصعبة فعلا، ولا غادي نعطي المقارنة بشكل اللي طلبتي، إلى حدود الآن بالنسبة للإيرادات ديال العملة الصعبة عندنا إلى نهاية شهر 4 شهر أبريل تقريبا 32 مليار ديال الدرهم. ملي كنقارنوها مع 2019 كانت زيادة ديال 40%، وهذا 40% هي أكبر من نسبة الوافدين، زيادة الوافدين اللي في 4 شهور الأولى كانت هي 13%. هناك سياحة ذات جودة أكثر،
مردودية أكثر، ولكن لا ننسى كذلك عامل التضخم. عامل التضخم يجعل أن أتمنة الفنادق ترتفع. إذا نعطي واحد المؤشر، مثلا إلى نهاية أبريل الرقم المتوفر ديال الليالي المبيت مقارنة مع 2019 فيه ناقص 8%. إذا الناس كيقضيو 8% ديال الليالي ناقص مقارنة مع 2019، وكيعطيو مداخل أكثر فيها النسبة ديال يعني فنادق الممتازة اللي كتشتغل أكثر، ولكن لا ننسى نصيب التضخم كذلك اللي عنده الدور ديالو في ارتفاع هذه المداخل. هل الخدمة السياحية الآن سواء في المغرب أو حتى في الخارج هي أغلى، هي أكثر كلفة قياسا إلى الفترة السابقة؟ الفنادق، النقل وغير ذلك. لا، هذا معطى عالمي، لأنه التضخم، الإمدادات، المشاكل اللوجستيكية بالنسبة للصادرات، الحرب ديال أوكرانيا، وانتم كتعرفوا لا أوكرانيا ولا روسيا، والتزويد ديال المجموعة تاع الدول في العالم. فالتضخم جعل أن الثمن ديال الخدمة السياحية أكثر تكلفة، ولهذا فالثمن ديال البيع ديال الغرفة سيكون أكثر. لا يعني زيادة ديال المداخيل 40% أن المردودية ارتفعت ب 40%، لا أبدا، لأن التكاليف التي تدخل في شراء المواد الأساسية اللي تدخل في الأطباق ديال الزبون زادت ب 20%. مثلا لنا أن نقارن الأسعار ديال الخضار اللي كتوضع للفواكه، أو لا الخدمات الأخرى، النقل السياحي، المحروقات، الزيادة كذلك في أتمينة ديال العربات السياحية. العربات السياحية بفعل الجائحة الشركات النقل السياحي تقريبا ثلث ديال الأسطول ديالهم لم يعود صالحا للشغل، ولهذا الشراء ديال الأسطول الجديد فيه تضخم كذلك، فيه زيادة في الأسعار ب 40 إلى 50%، ما يجعل التكلفة ديال التنقل بدورها ترتفع. تقريبا التضخم له دوره في عملية المداخل. الآن هل تتضح الرؤية بشكل أفضل فيما يتصل بالسنة السياحية برمتها أم ليس بعد؟ لا لا لا، الأمور واضحة اليوم، أؤكد أن الأمور واضحة لسببين أساسيين. اليوم عندنا رؤية أعطت المكان بشكل واضح للنقل الجوي. نحن نعلم اللي تكلمنا على إشعاع أسود الأطلس، وقلنا في عبارة أنه هل نحن أمام زوار محتملين ناس يبحثون عن المغرب. المغرب أصبح يتصدر يعني محركات البحث من طرف الناس اللي كيسوقوا يسألون عن المغرب، ولكن لنحول هذا السائح المحتمل إلى سائح حقيقي يجب أن نضع يعني رانا إشارته الطيران المناسب، سواء كان سيأتي من أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، من الشرق الأوسط، من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى آخره. اليوم كاين رؤية، خصوصا أنا كان عندي تخوف وعبرت عنه في مقالات فيما قبل لما تم التصويت على قانون مالية 2023، ولاحظت أن ليس هناك زيادة في الميزانية المرصدة لوزارة السياحة، رغم أنها كانت لها طموحات كبيرة. ولكن منذ 3 أسابيع أو 4 تم الإعلان عن ضخ مليار إضافي للسياحة، هذا بالإضافة كذلك لخارطة الطريق اللي فيها تقريبا 6.1 مليار ديال الدرهم على مدى 4 سنوات، وتشمل الاستثمار، تشمل الطيران إلى آخره. اليوم الأمور واضحة، وأنا أؤكد أنه سنتوجه إلى نقترب إلى 14 مليون سائح. أنا أكثر تفاؤلا من توقعات وزارة السياحة التي تقول أننا سنصل ربما 13 مليون أو أقل من 13 مليون في خارطة الطريق. الرقم اللي كاين هو 12.9، وأنا من هنا أقول من 13.5 إلى 14 مؤكدة سيصلها المغرب.
ما العوامل التي أنت أشرت إلى بعضها في الواقع حينما نتحدث عن حملة الترويج التي قام بها مكتب الترويج السياحي المغربي على المستوى الدولي في المنصات الرقمية، وهذا كان عنصر جديد في منهج عمل السلطات المغربية فيما يتصل بالترويج لوجهتها؟ وهناك أيضا ما يتصل أنت وذكرته في العمل مع الفاعلين الدوليين في النقل الجوي، هل هذان هما المفتاحان اللذان يفتحان المجال لربما اليوم للقطاع السياحي لتحقيق هذه الأرقام بشكل رئيسي؟ نعم، أولا وكما تفضلتم كانت الحملة بدأت في أبريل 2022 وتم تجديدها، شارك وفود من المهنيين ومكتب الوطني المغربي للسياحة في جولات شملت أوروبا وآسيا كذلك وأمريكا، أمريكا اللاتينية. هذا التواجد يؤكد أن المغرب بخير، استرجع عافية، يستقبل السياح. الميزانية اللي رصدت للتوقيع الاتفاقيات مع المحطات يعني المنصات الرقمية العملاقة مع شركات نتاع الطيران، هذه كلها أعطت واحد يعني إشاعة كبير للمغرب، ولكن هناك عمل موازي تقوم به وزارة السياحة اليوم وهو فيما يخص الاستثمار، لأن صندوق محمد السادس للاستثمار سيواكب. أنا قلت أتكلم فيما قبل عن وضعية الفنادق المغلقة اللي متواجدة في المغرب واللي كتمثل تقريبا إلى حدود 40 ألف غرفة من الأصل 140 ولا 150 ألف غرفة اللي متواجدة في المغرب، راه تقريبا 40 ألف غرفة إما مغلقة أو غير قابلة للتسويق بالشكل الأساسي. فأذكر أن كان برنامج استعجالي اللي وضعته وزارة السياحة في جوج المليار ديال الدرهم ساعد الوحدات الفندقية اللي كانت عندها مشاكل للصيانة للاستثمار في الرقمنة والاستثمار في التكوين، وهذا كان عنصر إيجابي. واليوم سيستمر هذا الدعم ليساعدوا الفنادق المغلقة لتفتتح أبوابها. إذن لما تفتتح الفنادق المغلقة أبوابها غادي يكون إقبال كبير، لأنه البنية التحتية غادي تكون قوية وكتكون ثقة نتاع المنعشين الكبار للتور أوبيراتور يمشيوا لواحد الملتقى، لأنه وجهة توفر لك 100,000 غرفة لا تتعامل معها مع وجهة تمثل 150 أو 200 ألف غرفة. أظن أن هذه الأمور هذه كلها إيجابية. لا نتكلم عن أسود الأطلس لأن البصمة ديالهم كانت بارزة على استقبال المغرب لأنشطة كبيرة سواء كانت مؤتمرات أو أنشطة رياضية والصور التي تنقل إلى العالم. الرقمنة بدأت تتطور، استقبال المغرب لمعرض جي تكس اللي كان هاد السنة في مراكش وتقريبا المئات الآلاف من الزوار اللي زاروا، العالم كله تتبع المغرب، تتبع المغرب من الرباط من أكادير من القطار فائق السرعة. هذه كلها عوامل كتعطينا أن المغرب سيصبح أكثر جاذبية، وهذه الأرقام غادي نتجاوزوا 13 ونص حتى 14 2023، ولكن الأهم غادي يجي بعد ذلك بعد افتتاح الفنادق وبعد هذا النمو. عذرا على المقاطعة، هذا وتماما في هذه النقطة تحديدا، هذا النمو الملحوظ في الإقبال هو ملموس ومن رقمين، الأسواق التي تصدر السياح للمغرب هي أسواق في الواقع تنمو من رقمين وبعضها ينمو بثلاثة أرقام، هل سيطرح مشكل في بنيات الاستقبال مستقبلا؟ هل الاستثمارات الآن تساير هذا النمو أم لا؟ هذا ما قلته، قلت أنه العمل الذي بدأ اليوم أنه بدأت عملية جرد الفنادق المغلقة الإمكانيات لتفويتها، ولهذا إذا ارتفعت عندنا الطاقة الاستيعابية الحقيقية، لأنه يجب أن نفرق بين الطاقة الاستيعابية التي متوفرة ولو في يعني الموقع الإلكتروني وزارة السياحة وهو رقم يأخذ بعين الاعتبار ولو الفنادق المغلقة، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هناك مجهود في اتجاه فتح إعادة فتح الفنادق فلن يكون هناك مشكل، لن يكون هناك مشكل. ولكن لابد، تكلمنا كثيرا عن الأمور الإيجابية، ولكن لابد أن ننبه كذلك لأمور ربما يجب معالجتها. لما تكلمتم عن الأسواق التي نمت برقمين وربما بثلاث أرقام هذا صحيح،
ولكن بالمقابل عندنا لازلنا يعني نعاني بالأسواق، فقدنا يعني تواجدنا فيها بقوة. أقصد أساسا السوق الألمانية اللي في الوقت اللي كنتكلموا مثلا في الزيادة الإيجابية تاع السوق الإسبانية ب 42% وبريطانيا ب 24%، هذه الأرقام اللي كانت عندنا ديال أبريل، كاين أرقام ديال ماي، ففي هذه الوقيتة كانت عندنا تراجع تاع السوق الألمانية ب 37%، تراجع تاع السوق ديال كندا ديال فرنسا ديال هولندا، هذو كلهم تراجع. إذن يجب أن نغطي هذا العجز في اتجاه الأسواق، ولكن كذلك لم تستفيد جميع المدن من هذه الطفرة. فإلى حدود نهاية أبريل، لأن أبريل عندنا الجدول مدقق بالمدن التي استفادت، فنجد أنه إذا كانت مراكش الصويرة هم اللي حقوا زائد 3% وزائد 4% في 4 شهور الأولى، فإن مدن كبيرة منها طنجة مثلا ناقص 3%، أكادير مازال عندنا ناقص 18%، فاس كذلك ناقص 22%، ورزازات ناقص 28%. هذا هو الخلل الذي يجب معالجته. هناك انتعاشة تكلمنا عليك واحد لو هذا عالمي. إذا الدول اللي متواجدة تبي رغبة السياح اللي يجيو توفر لهم النقل الجوي، توفر لهم تجربة زبون، توفر لهم منتوج متكامل من الفنادق، من المطعم، من الذواقة، من مناظر طبيعية، يعني اللي بغى البحر يمشي للبحر، اللي بغى الرياضة البحرية يوجدها غادي يوجدها في الداخلة، اللي بغى السياحة الثقافية اليوم غادي تنطلق المهرجانات، حتى المهرجانات كتلعب واحد الدور كبير في الترويج للمناطق. وإلى الاستثمار تهو تواكب فغادي تكون الأمور في اتجاه صحيح. أستاذ زبير بوحوت، حينما نتحدث عن السياحة وعدد الوافدين، هناك مكون أساسي يرتبط بالمغاربة المقيمين بالخارج. كم يمثل الآن في السياحة المغربية المغاربة المقيمون بالخارج؟ وما هي نسبة السياح الأجانب الذين يزورون المغرب حقيقة؟ هو فعلا إلى حدود الآن نعطيو الأرقام باش يكون عندنا نظرة. مثلا في 2019 لما استقبل المغرب تقريبا 13 مليون سائح، كانت منهم 7 ديال الملايين ديال السياح الأجانب، و6 المليون تقريبا 5 المليون 889 ألف، نقولوا تقريبا 6 المليون تاع مغاربة العالم، يعني 6 زائد 7 هي 13، يعني مغاربة العالم كانوا يمثلون 45%. اليوم إلى حدود الآن النسب المتطورة ديال الزيادات هي بفضل مغاربة العالم. يعني ملي قلنا أنه إلى حدود نهاية شهر أبريل كانت زيادة ديال 13%، فتقريبا 39% تاع الزيادة ديال مغاربة العالم. بينما السياحة الدولية، أؤكد أنه الرقم والمؤشر الأساسي بالنسبة لي للسياحة الدولية هو عدد ليالي المبيت، فإلى نهاية شهر أبريل كانت عدد ليالي المبيت ناقص 8%، لأن بلاغ وزارة السياحة لشهر مي لم يتكلم عن ليالي المبيت، تكلم على الوافدين، تكلم عن الأسواق التي تطورت، لم يتكلم عن الأسواق، وهذا طبيعي. إحنا كخبراء كباحثين ممكن أننا ننبه الأسواق اللي مازال فيها مشاكل، ولكن مغاربة العالم كيلعبوا واحد الدور كبير، علما أنهم وافدين، يعني كما كنقولوا وافدين، وكاين اللي سبق لي منهم اللي كتمشي للفنادق، حنا كنعرفوا عندهم ديورهم، عندهم كيمشيو عند العائلات الى اخره، كاين واحد النسبه اللي كتمشي للفنادق، ولهذا يجب التفكير في الطرق، لانهم كيمشيو بالعائلات، يجب التفكير في محطات اللي يمكن لها تتناسب معاهم، ولهذا غيقدر يكون عندنا نشاط اكثر من هذا النشاط الذي يعني نسجله. أستاذ زبير بوحوت، السياحة الداخلية هي مكون أساسي في القطاع السياحي في المغرب، وأظن أنه محرك تطرح بشأنه الأسئلة. هل يستغل بشكل كامل؟ هل هو يعتمد عليه كقاطرة؟ ما الذي يتم العمل عليه وسط خضم هذا الدعم وهذه الاستثمارات الكبرى؟ ما الذي يتم القيام به لفائدة هذه السياحة الداخلية؟ نوضحوها أكثر، رغم أنه أولا السياحة الداخلية بلغة الأرقام أول زبون الفنادق المغربية
هي السياحة الداخلية. أول رقم هي السياحة الداخلية، يأتي بعد ذلك الفرنسيين والألبان والإنجليز إلى آخره. إذن هذا هو أول رقم. لكن تبقى عند السائح المغربي درجات. هناك ناس بسوريا ممكن أنهم يمشيوا الفنادق خمس نجوم، ولكن اللي كيمشي الأربعة والثلاثة إلى آخره. ولكن أظن أنه المغاربة ككل كتلة نظرا للتقلص شيء ما الطبقة المتوسطة، فأظن أن هناك دائما خصاص كبير بالنسبة للسياحة. خصي تم الشغل عليه رغم أن هناك إكراهات كبيرة. أول شيء السياحة الداخلية، معروف أن المغاربة يسافرون تقريبا أربعة شهرين سنة، صعب أن نجد مستثمرا يستمر في وحدة فندقية ولا في نادي أو مجمع يعني المردودية ديالو يعني ستنحصر في الشغال مدى على مدى شهرين فقط. لكن ليست هناك وجهات سياحية تسافر على مدار السنة أستاذ زبير بوحوت، هل هناك لنقل تهميش في الاهتمام أو نقص في الاهتمام بهذه السياحة؟ يعني بكل موضوعية أظن أنها لم تأخذ حظها كسياحة دولية. هناك مناطق، فلنأخذ على سبيل المثال مراكش، نظرا لتواجد بنية تحتية قوية، فنادق من النجمة حتى الخمسة النجوم اللي كتعطينا الثمن يعني المبيت من 100 درهم حتى 20,000 درهم، فالكل يجد ظلته. أظن أن مراكش كتعطينا مثال على المكان تاع البنية التحتية، ولكن السائح المغربي ليس سائح الغرفة، السائح المغربي سائح ديال الشقة لأنه كيمشي بالعائلة. وأظن أنه هذا هو النقطة لن أقول السوداء، النقطة الأقل إضاءة في خارطة الطريق، لأنه لم تعتني بشكل كافي كمثيلاتها كخطة 2010 وخطة 2020 تكلموا عن برنامج بلادي ولكن لم يتم تطبيقه. هناك ثلاث محطات التي تم يعني بناؤها في نواحي أكادير في مزار المهدية، ولكن بقية خمس محطات لم ترى النور ولا يتم الكلام بشأنها. أظن يجب تقويم خارطة الطريق. 2023 الأمور راها غادية مزيان، ولكن يجب وقت للتأمل للتفكير في السائح المغربي كذلك. شكرا جزيلا لك الأستاذ زبير بوحوت الخبير في اقتصاد السياحة، شكرا جزيلا لكم من مراكش، حدثتمونا في أداء القطاع السياحي هذه السنة. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.